اهلا وسهلا اصدقائي، تحياتي واشواقي. انا موجود في شارع صغير اسمه ساوث مولتون لين، هو واصل بين لانكشاير كورت شارع، وفي هناك في النهايه شارع اسمه اوكسفورد ستريت. طبعا المميز الديكوريشن باللون الازرق. احنا الان في موسم الاعياد، انا كنت صورت فيديو سابق عن الديكوريشن والزينه في اوكسفورد ستريت واللي في ريجنس ستريت وكمان في كارنبي ستريت. خليكم معايا وان شاء الله تنبسطوا. هذا الديكوريشن كتير خلاب، روعة. إشي روعة، اللون الأزرق على فكرة مميز جدا. برضو هذا الشارع فيه كتير محلات ماركات. الأزرق بالنسبة لي هو المفضل على فكرة، بحسه مريح للعين.